هيا شباب كلنا الأردن مبادرة أطلقت في المملكة بهدف تفعيل دور الشباب في تنمية المجتمع. زبيدة الهواري زارت وتابعت نشاطات الهيئة في محافظة الكرك ووافتنا بالتقرير التالي. في 5/1/2006 أوعز جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة الأردنية بتأسيس هيئة شباب كلنا الأردن لتفعيل دور شريحة الشباب للمشاركة في صنع التنمية ومواجهة التحديات الوطنية. يعد فريق هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة الكرك الذراع الشباب الأول من نوعه في المحافظة، والذي يستقطب الشباب من كافة الألوية والمناطق البعيدة عن مركز المحافظة لتعزيز دورهم في بناء ثقافة يواجهون من خلالها التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الفعالة ضمن خطة منهجية شاملة. دكتور عزام الشمايلي من هيئة شباب كل الأردن في محافظة الكرك. نحن هنا في هيئة شباب كل الأردن يعني نعمل على يعني توفير المناخ المناسب لشباب وشابات محافظة الكرك في يعني تفريغ طاقاتهم. أكيد إنه كل طالب وطالبة عندهم طاقات، فيجد في بيته الثاني في هيئة شباب كل الأردن شتى الوسائل والمخرجات، سواء الإبداعية، القصة، الرواية، حتى الشؤون الرياضية. أمر ثاني، هيئة شباب كل الأردن في محافظة الكرك عملت على نقل نوعية مباشرة في استقطاب شباب وشابات الكرك سواء الجامعيين أو غير الجامعيين مما لا يتجاوز أعمارهم يعني سواء 40 أو 45 عاما. عندنا كثير من الدورات، في دورات الاي سي دي ال، في دورات مهارات الاتصال، في دورات اللغة الإنجليزية، في دورات تعاقد بالصحافة والإعلام عن الأمور اللوجستية. ونحن هنا في هيئة شباب كل الأردن نستقبل أي اقتراحات، أي حلول، أي شيء. إحنا الحمد لله كلنا صدر رحم. انطلاقا من دور الهيئة في تنمية وتعزيز دور الصحافة والإعلام في حياة الشباب، نظمت هيئة شباب كلنا الأردن برنامج تدريبي يشمل على تدريب الشباب على مهارات الكتابة والصحافة والإعلام وإكسابهم مهارات التصوير التلفزيوني والمونتاج. نياز المجالي منسق هيئة شباب الأردن في محافظة الكرك. طبعا لقد بدأت هيئة شباب كل الأردن خطواتها الأولى برؤية ملكية تجسد الإطار العملي في احتضان الشباب الأردني باعتباره يمثل الشريحة الأوسع داخل المجتمع الأردني، في من خلال وبهدف رفع مستوى الوعي عند هذه الفئة تحديدا في كافة القطاعات والصعد سواء على المستوى السياسي أو الفكري أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التنموي أو في مجال التطوعي. تسعى الهيئة من خلال منسقيها وجهود متطوعيها في إخراج مبادرات وتوصيات تخدم المجتمع المحلي.